بسم الله الرحمن الرحيم. يوم راح أتكلم عن شغلة جدا مهمة اللي هي البريسيتس باللايت روم والفوتوشوب. ملاحظين في مشكلة إن لما نفتح الرو فايل في أي برنامج بعد فترة تكون الصورة مثلا ألوانها قوية من الكاميرا، تشوفها بالفيو فايندر عندك أو بالفيو بالكاميرا الشاشة، تلقى الصورة شارب وألوانها قوية. لو تفتحها بأي برنامج راح تلقى الصورة شارب وحلوة ألوانها، بعد فترة راح تتغير الألوان هذه على حسب البرنامج. لاحظتوا هني يعني كانت الصورة وايد أحلى من كذي. خلينا نفتح صورة ثانية تكون شارب وألوان وساتوريشن وكذي مثل ما أنت شايفها بالكاميرا، وايد حلوة. بعد فترة تتغير. شنو السبب هذا؟ بحثت كثير صراحة في الإنترنت أساس أعرف المشكلة شنو. طلعت ملفات الرو كل شركة لها أسرارها في طريقة تعديل الصور، خاصة ملفات الرو. فالبرامج هذه مثل اس دي سي واللايت روم والاخ ما يعرفون مثلا شنو الاسرار هذه مال الرو، بحيث ان كل برنامج راح يعطيك توقعاته حق الصوره اللي قدامك. هذه الصوره انت اللي فاتحها هي جي بي جي بريفيو، يعني ما هي الرو اللي انت صورتها اللي بالكاميرا قاعد تشوفها. فهم يعطونك يعني شنو اقرب شيء هم يتوقعونه حق الصوره. فعلى اساس هذا الكلام راح تلقى الصوره بعد ما تفتحها أول شيء يعطيك إعداداتك اللي بالكاميرا مثل ما أنت تشوفها، بعدين تتغير حسب كل برنامج فيه له كونفرتر خاص فيه مثل اس دي سي، لايت روم، فوتوشوب. فقبل كانوا شلون يحلون المشكلة هذه؟ كانوا يصورون صورة رو صورة جي بي جي، يفتحونها ثنتيناتهم باللايت روم، يعدلون الصورة الرو لما توصل حق الجي بي جي اللي طلعتها لهم الكاميرا. بس الحين في لايت روم 2.1 طلعوا شيء اسمه بريسيت، اللي هي الواحد من مثلا في برامج معينة لو تبحثون عنها في adobe.com راح تلقون شرح كامل عن الدي ان جي فايلز اللي تكلمنا عنهم. في برامج كاملة تعطيكم امكانية تعديل على الصورة بحيث انك تسوي مثل بروفايل معين حق الصورة اذا كانت شار، اذا كانت ساتوريشن معين. ففي ناس اشتغلوا على هالمنوال هذا على هالموضوع. لو تبحث عن كاميرتك مثلا دورت بالبريزت طلعت حق الدي 300، لو تلاحظون هني قدامكم دي 300 حق الكونتراست 1 2، تلاحظون فوق هني تغير الوان الصوره، لاحظ معي تمام حق الشارب ساتوريشن. كل هذه اعدادات او بروفايلز اشخاص سووها، تقدر انت تجيب البروفايلز الخاصين فيك تسوي لهم امبورت تمام من اي مكان، مثلا انت نزلتهم من اي موقع فتجيب هذه البروفايلز عندك، بحيث انك على طول اول ما تختار البروفايل مثلا اذا اخترت انا يوزر بروفايل حق شارب 5 مثلا خلاص راح يطبق عليه اللي هو الشاربينج. راح تلاحظ انه صار 75 مثلا. اذا طبقت عليه الفلتر ساتوريشن 6 مثلا هنا راح يزيد ساتوريشن عندي بالصورة، يعطيك شيء قريب جدا حق كاميرتك اعدادات كاميرتك. فهذه باختصار طريقة البروفايلز او الدي ان جي بروفايلز. في شغلات جاهزة من لايت روم هم مسوينها، افكتات معينة لو تلاحظون هني السيبيا التأثير القديم وكذي ممكن هي تساعدك في بعض الصور. بس انك انت اذا تبي نفس الصورة اللي من الكاميرا نفسها هني لازم تحاول في هذه البرامج، او ان في ناس ثانية قاعد تشتغل على هالموضوع هذا، فممكن انك انت تبحث عن بروفايل خاص حق كاميرتك بحيث انك تحصل على نفس الصورة الرو. هذه مشكلة الرو طبعا، تحصل على نفس الصورة الرو اللي طلعها الكاميرا. فهذا الدرس حبيت يعني اشرح فيه البروفايل، لانها مشكلة يعني وايد وايد كنا نعاني منها صراحة. فاتمنى اني اكون وضحت هذه المشكلة، وبالتوفيق ان شاء الله في دروس قادمة. مع السلامة.